السلام عليكم، اهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم غرز واساسيات الكروشيه. النهارده مع بعض هنعمل غرزه الحشو او غرزه الساقطه. والغرزه الحشو او الساقطه دي من اهم الغرز اللي في الكروشيه، ودايما بتبقى جميله جدا لو انت استعملتيها في حروف زينه الطواقي او الملابس، او استعملتيها كمان في فيونكه. تعالوا نشوف مع بعض ازاي انا هعمل غرزه الحشو. انا هنا هعمل عقدة البداية، تمام بالشكل ده، وهسيب طرف من الخيط في البداية، وهمسك الخيط بتاعي بالشكل ده كده زي ما اتفقنا، وهعمل غرزة السلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا اشتغلت هنا 10 سلاسل. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هنا هسيب اول سلسلة اللي هي حرف الفي اللي من بعد الابرة على طول، انا هسيبه وهشتغل في السلسلة اللي بعدها على طول، لان ارتفاع غرزة الحشو سلسلة واحدة. تمام، هعمل ايه؟ هجيب ابرتي بالشكل ده كده، وهدخل في السلسلة التانية اللي هي من بعد الابرة كده، في الضلع او في الحرف الفي اللي فوق بالشكل ده كده، تمام، وهلف الخيط واسحب واطلع من خلال السلسلة بتاعتي. هيبقى عندي حلقتين، الحلقة الاولى اللي هي كانت الاوانيل على الابرة، ودي الحلقة التانية سحبتها من خلال السلسلة بتاعتي. هاخد لفة واطلع من الحلقتين تاني. انا هنا عندي حلقة على الابرة، وهدخل في السلسلة اللي بعدها اللي هي عليها الدور بالشكل ده كده، شايفين في الضلع اللي فوق بتاع حرف الفي او في الضلع بتاع السلسلة اللي فوق بالشكل ده كده. هنزل من تحت، هنزل ابرتي من تحت الخيط واسحب واطلع من خلال السلسلة بتاعتي كده. هيتبقى عندي حلقتين، هنزل والف واخد لفة واطلع من الحلقتين اللي عندي تاني. هدخل في السلسلة اللي عليها الدور وهسحب الخيط واطلع، هتتكون عندي حلقتين. هنزل بالخيط، هنزل بالابرة من تحت الخيط واسحب واطلع من الحلقتين اللي عندي. هخش السلسلة اللي عليها الدور واسحب الخيط واطلع، هتتكون عندي حلقتين على الابرة. هاخد لفة بالخيط واطلع من خلال الحلقتين. هخش في السلسلة اللي عليها الدور واطلع، هتتكون عندي حلقتين. هاخد لفة واطلع من خلال الحلقتين. هفضل اكرر واخش بالابرة بتاعتي في السلسلة اللي عليها الدور واسحب الخيط واطلع، هتتكون عندي حلقتين على الابرة. هاخد لفة واطلع من خلال الحلقتين. هدخل في السلسلة اللي عليها الدور واسحب الخيط واطلع، هتتكون عندي حلقتين. هلف الخيط واطلع من خلال الحلقتين اللي على الابرة. هنا السلسلة اللي عليها الدور اهو، هسحب الخيط واطلع واطلع بالابرة من خلال الحلقتين. دي اخر سلسلة عندي اهو، دخلت ابرتي فيها، هسحب الخيط واطلع، كونت عندي حلقتين، هلف الخيط واطلع من خلال الحلقتين. تمام، ده اول سطر. علشان خاطر ارتفع بسطر تاني من غرزة الحشو هعمل غرزة سلسلة، تمام بالشكل ده كده، وهلف الشغل بتاعي وهبتدي اول غرزة اشتغل فيها هي نهاية اخر غرزة في السطر الاولاني اللي هي دي. هدخل بابرتي بالشكل ده كده، وهخلي حرفين الفي فوق الابرة، وهسحب الخيط واطلع بيه، وهتتكون عندي حلقتين. هلف الخيط حوالين الابرة واطلع من خلال الحلقتين. هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط، هتتكون عندي حلقتين، الف الخيط واطلع من خلال الحلقتين. هخش في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط والف الخيط واطلع من خلال الحلقتين. مع تكرار السطور هتوضح عندك غرزة الحشو، وهي بسيطة جدا وسهلة، بان انتي بترتفعي سلسلة وبتخشي وبتسحبي من خلال الغرزة بتاعتك، بتتكون عندك حلقتين، بتلف الخيط وبتطلعي من الحلقتين اللي عندك. هتخشي
وتطلعي بالشكل ده كده. هتخشي من هنا وهتسحبي الخيط وتطلعي من قلب الحلقتين، وهتفضلي تكرري نفس الطريقة بالشكل ده. انا هنا وصلت لاخر غرزة عندي بتشتغليها، وبتخشي تطلع عندك حلقتين وتلفي وبتطلعي كده. بترتفعي سطر جديد انك بتعملي واحد سلسلة، وبتلفي الشغل بتاعك، وزي ما اتفقنا بتشتغلي في اخر غرزة اشتغلتيها في السطر السابق، وبتدخلي ابرتك كده وبتسحبي الخيط وتطلع عندك حلقتين، تلف الخيط وتطلعي من خلال الحلقتين كده، وتفضلي تكرري الطريقة دي. طبعا الباترون ممكن يقولك ان انت بتخشي في السلسلة رقم 2 او 3، ده على حسب الباترون، ولكن غرزة الحشو ان انت دايما بتفوتلها من البداية اول سلسلة وبتخشي في السلسلة الثانية. بتفضلي تكرري ان انت بتشتغلي غرزتك بانك تدخلي الابرة في السلسلة اللي عليها الدور، بتتجول عندك حلقتين بتلفي وبتطلع من الحلقتين اللي عندك. هنا اخر غرزة حشو عندي، بدخل ابرتي فيها وبسحب الخيط، تكون عندك حلقتين وبتقفلي غرزة الحشو. دي غرزة الحشو، يا رب تكون واضحة معاك وتكون سهلة وبسيطة، وبتمنى ان انتوا تتمرنوا عليها عشان تعرفوا تستعملوها في الحاجة بتاعتكم. وشكرا والسلام عليكم.